أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يومي بيتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج إكسترا اليوم. حلقة النهاردة الحقيقة عندنا مجموعة كبيرة ومتميزة من الملفات والأحداث التي كانت حاضرة على مدار الساعات اللي فاتت. في مقدمتها هيكون لينا وقفة مع معرض صحة أفريقيا اللي شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحه النهاردة، وكان لي العديد من الرسائل المهمة. كمان سنتطرق بعد ذلك لجولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية، واللي بتشمل 3 دول إفريقية، واهتمام السيد الرئيس بشكل كبير وبمعنى الكلمة بالعلاقات مع أفريقيا. هذا فيما يتعلق بالشأن المصري أو الإقليمي والمحلي. هنتابع بعد كده كمان مستجدات الوضع في السودان والدور المصري، وأيضا هيكون معانا بعض الملفات الدولية اللي ستنطرق إليها خلال حلقة اليوم من إكسترا اليوم. نروح لأول ملف في حلقة النهاردة. وتابعنا منذ قليل تقرير لتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض المقام على هامش المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة أفريقيا تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية. بيعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة في المجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي. خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة أفريقيا، كان للسيد الرئيس كلمة حملت العديد من الرسائل المهمة. أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لكل من ساهم ويساهم في إنجاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، وأكد الرئيس أن مصر حرصت على القيام بدور مهم في تحسين أوضاع الصحة في أفريقيا، وأشار أيضا إلى الاحتفال قريبا بالقضاء على فيروس سي في مصر بمعايير منظمة الصحة العالمية. أقدم أيضا الشكر لكل من ساهم ويساهم في هذا المؤتمر وهذا المعرض من وإنجاحه، لأن ده أمر إحنا في مصر حرصنا منذ إعلان النسخة الأولى أو إطلاق النسخة الأولى على أن مصر تقوم بدور يعني إيجابي في هذا الموضوع. الموضوع المهم اللي هو الصحة سواء كانت في إفريقيا أو في مصر بشكل أو بآخر، وبنقول إن إحنا بتواضع شديد ما ذكر وزير الصحة دلوقتي لحضراتكم هو بتواضع شديد خبرات احنا اكتسبناها في ظل ظروفنا المتشابهة مع افريقيا. نحن لسنا بدول ذات يعني اقتصادات متقدمة ويعني متقدمين في كل المجالات، وبالتالي المنظومة الصحية عندنا زي ما تقال من الدكتور جاية لما قال ان يعني كان كوفيد 19 كان اظهر هشاشه النظام الصحي في قارتنا الافريقيه وفي دولنا، وده صحيح، ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الافريقيه وبعضها البعض نستطيع ان نحسن كثير من القدرات المتواضعه التي لدينا، ثم بالافكار المختلفه زي ما قال برضو السيد وزير الصحه على المبادرات، والمبادرات اللي ذكرت او تم الحديث عنها هو عبارة عن يعني عايز أقول لكم هو في مصر إحنا عددنا زي ما تقال 105 مليون، وعشان تبقى للمعايير العالمية في حجم المستشفيات والأسرة الموجودة المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مرة كمان. يعني لو كان عندنا مثلا هقول رقم ممكن ما ننسوش 500 مستشفى، فإحنا محتاجين 1000، ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء. طيب ما احنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب اللي هي بتاعت الزيادة السكانية، فهل احنا نقف مكتوف الأيدي قدام التحديات الصحية اللي بتقابلنا؟ ولا أنا بتكلم على التجربة المصرية واللي هي متاحة لأشقائها، احنا اتحركنا باستهداف زي ما تقال على موضوع الفيروس على سبيل المثال، كان احنا استهدفنا هذا يعني المرض اللي كان ليه تأثير كبير سلبي علينا كمصريين وعلى أهالينا وعلى أسرنا، وبالاستهداف ده بفضل الله نجحنا، ويمكن خلال يعني أيام أسابيع قليلة هنحتفل بإعلان
إن مصر خالية من هذا المرض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن الهدف من المبادرات الصحية هو تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين، مع الوضع طبعا في الاعتبار محدودية قدرتنا الاقتصادية في هذا المجال. مبادرات أخرى كثيرة تم الحديث عنها، وكانت الهدف منها أن هو تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه يعني موضوعات طبية محددة تحقق يعني تحسين للصحة العامة للمصريين، مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال. المبادرات ديت زي ما تقال مثلا مبادرة قوائم الانتظار، يعني مش عايز اطيل عليكم، لكن عايز اقول ان هي لما عرضت عليا المبادرة دي من 4 سنين تقريبا كان الكلام على 12,000، مش كده يا دكتور مصطفى؟ كان 12,000، النهاردة احنا بنتكلم في 1.9 مليون خلال 4 سنين، وساعتها كان الرقم اللي موجود لتغطيه هذه القوائم كان رقم اقل من يعني الدكتور خالد قال 15 مليار، هم 20، 15 من الدولة. وبرضه هنا لازم اشكر منظمات المجتمع المدني والهيئات اللي تم قدمت تبرع بحوالي 4 مليار جنيه عشان تحقق تغطية ال 20 مليار جنيه بتوع قوائم الانتظار. إذن المبادرات هي أفكار بتحاول تحل يعني تحديات صعبة عشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي. يعني على كل حال، المزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. السيد الرئيس طبعا كان لي العديد من الرسائل المهمة، ولكن يعني سأدخل فيها في التفاصيل مع حضرتك، ولكن في البداية دعني أتحدث عن أهمية هذا المؤتمر الطبي وفكرة انعقاده بصورة دورية. عقد العام الماضي والآن يتجدد يعني عقده هذا العام، وما الذي يعكسه أيضا للدول الأخرى فيما يتعلق بما تمتلكه مصر من منشآت صحية هائلة ومتطورة ومبادرات الحقيقة يعني وصلت بها مصر إلى الهدف المنشود. مصر دولة كبرى في المنطقة، ومن الناحية الصحية مصر تمتلك إمكانيات هائلة في القدرات الصحية والقدرات البشرية كأطباء وجامعات ومستشفيات ومراكز طبية وبحثية. مؤتمر للقارة الإفريقية عن الصحة في أفريقيا ومقر القاهرة، ده شيء طبيعي لأن القاهرة هي عاصمة أفريقيا كأقوى منظمة صحية، منظومة صحية موجودة في المنطقة. فوجود كل الدول الأفريقية في مؤتمر كبير للصحة في أفريقيا في القاهرة شيء طبيعي، وانه يبقى له صفة الاستمرارية وبتعمل كل سنة ده شيء مهم جدا، وبالذات مصر في بعض المواضيع الهامة لأفريقيا. مصر رائدة ومتقدمة مش في أفريقيا بس، في العالم. مثلا أحد المحاور الكبرى في المؤتمر في وجود منظمة الصحة العالمية وفي وجود حاصل على جائزة نوبل اللي هو مكتشف فيروس سي، القارة الأفريقية كلها ويمكن العالم كله موجود في المؤتمر. صحيح. عشان يستفيد من التجربة المصرية اللي استطاعت انها تقضي على وباء فيروس سي في مصر في سنوات قليلة. وفي هذه النقطة تحديدا، يعني أنا بعتذر عن المقاطعة يا دكتور، ولكن في هذه النقطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أننا سنحتفل قريبا بالقضاء على فيروس سي بحسب معايير منظمة الصحة العالمية. والحقيقة أنه فكرة القضاء عليه لم تقتصر فقط بالداخل المصري، ولكن يعني كما فهمنا هناك نقل أيضا للخبرة المصرية أو للتجربة المصرية في قارة أفريقيا. لو نتحدث بمزيد من التفاصيل عن جهود الدولة في القضاء على الفيروسات تحديدا، تحديدا الفيروس الكبدي، وفكرة كمان نقل خبرتها إلى قارة أفريقيا أو المساهمة في القضاء على فيروس سي في القارة الأفريقية. في نقطتين مهمين حضرتك في الموضوع ده. أولا، منظمة الصحة العالمية عملت إعلان عالمي يلزم
الحكومات في العالم كله بضرورة التخلص من فيروس سي في الفترة من 2020 ل 2030. مصر استطاعت أن تقضي على فيروس سي في 2020. صحيح. يعني العالم كله هيفضل بعدنا لغاية 2030، ومش معظم الدول هتقدر توصل للرقم ده، في دول هتبقى ل 2040. فإنجاز المصري إن مصر تقدر أو قدرت إنها تتخلص من هذا وتقضي على هذا الوباء في فترة مبكرة جدا، التجربة نفسها أصبحت ملهمة لكل دول العالم متقدم، وحتى الدول الصغيرة والدول الفقيرة والدول المتقدمة أيضا تاخد النموذج المصري. والمؤتمر ده الصحة في أفريقيا، لكن موجود فيه رئيس التحالف العالمي صحيح للقضاء على الفيروسات الكبدية، وموجود فيه منظمات دولية كبرى للقضاء على فيروس سي، بيحاولوا ان هم يستفيدوا من التجربة المصرية، وازاي مصر اللي هي كانت اكثر دولة في العالم فيها نسبة فيروس سي ازاي قدرت انها تقضي عليه تماما وفي فترة بسيطة، ومصر ليست دولة غنية بالمقاييس الدولية. والحقيقة ده اللي أكد كمان عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكرة القدرات المحدودة ومع ذلك النجاح في القضاء على مختلف الفيروسات، منهم طبعا ما يتعلق بالفيروس الكبدي فيروس سي. أنا طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه. الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة كنت معنا للتعليق على افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة إفريقيا، وأهم ما قاله السيد الرئيس خلال هذا المؤتمر، والحقيقة يعني بيكشف أيضا عن إذا كان الرئيس السيسي لديه اهتمام دائم وتوجيهات بالارتقاء بالخدمات الطبية والصحية للمواطن المصري، فهو كمان على الجانب الآخر عنده اهتمام بدعم الأوضاع الصحية في القارة الإفريقية.
خلينا نروح مع حضراتكم لملف ثاني مهم أيضا في حلقة النهاردة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبدأ اليوم جولة خارجية بتشمل زيارة كل من أنغولا وزامبيا وموزمبيق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن جولة السيد الرئيس في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وأيضا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية. أيضا أوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة الإفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية الشقيقة بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأيضا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة. أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك خلال زيارته في العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميسا، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدولية للتجمع من مصر إلى زامبيا. للمزيد من النقاش حول هذه الجولة والعلاقات المصرية الإفريقية بينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية خليني أبدأ مع حضرتك بشكل عام عن أهمية هذه الجولة الإفريقية. إلى جانب أن هذه الدول مهمة في أفريقيا، لم يزورها رئيس جمهورية مصر من قبل منذ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر شارك في القمة الأفريقية التي عقدت في لوساكا، منذ ذلك الحين لم يقم رئيس مصري بزيارة هذه الدول. زامبيا دولة مهمة مؤسسة للكوميسا، رئيس جمهوريتها زار مصر بدعوة من الرئيس السيسي. أكبر شارع لو تزوري لوساكا عاصمتها، أكبر شارع اسمه شارع القاهرة، تيمنا بالعلاقات الوثيقة التي كانت تجمع برئيس زامبيا السابق تينيس كاوندا ومصر. بالمناسبة في الجمعية الأفريقية أكبر قاعة عندنا في الجمعية الأفريقية اسمها قاعة كاوندا. مصر لها علاقات متميزة مع كل الدول الثلاث. الدول الثلاث استقلت بعد معركة كبيرة للتحرير. الكوميسا تعتبر أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، يضم 21 دولة، عدد سكان هذه الدول 600 مليون نسمة، يعني لا عدد لا يستهان به طبعا. وإذا تسعى الجميع سواء داخل أفريقيا أو خارج أفريقيا للترابط معهم. عندما انضممنا إلى تجمع الكوميسا ازدادت صادرات مصر زيادة كبيرة، وازدادت أيضا واردات مصر من هذه الدول، حيث نستورد منها المعادن اللازمة للصناعات المصرية. زامبيا على سبيل المثال من أكبر الدول في العالم في إنتاج النحاس. الصناعات المصرية تحتاج إلى جزء عدد كبير من النحاس الذي يدخل في الصناعات الكهربية والصناعات الأخرى. أنغولا وموزمبيق من الدول الناطقة بالبرتغالية لأنها كانت مستعمرات برتغالية، دول غنية جدا. أنغولا غنية بالنفط، وموزمبيق لديها عدد كبير من الأراضي الصالحة للزراعة. نعم. كل هذه الدول لها علاقات ثنائية كبيرة مع أفريقيا، وأعتقد أن فرصة عقد هذه القمة في لوساكا ستتيح أيضا مقابلات مهمة ليس فقط مع الدول الثلاث، ولكن والدول الأخرى المشاركة في القمة
للكوميسا. صحيح. طيب سيادة السفير، يعني فيما يتعلق بمشاركة السيد الرئيس، طبعا يعني في هذه الزيارة سيكون هناك مشاركة لمصر وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكوميسا. دعنا نفهم منك ونفهم أيضا المشاهد الكريم أهمية هذه القمة الكوميسا تحديدا التي ستعقد في زامبيا، ودور مصر فيها، ودورها أيضا في تحقيق الاندماج الخاص بالاقتصاد في دول القارة. بالرغم أن مصر يعني تأخرت لظروف خارجة عن إرادتها في الانضمام إلى هذه الكتلة، ولكن بمجرد انضمامها قامت بدور نشط في هذه التجمع الاقتصادي الأفريقي الذي يعد الأكبر من التجمعات الاقتصادية. كما تعرفين حضرتك أن في اتفاقية لعدنان أفريقيا منطقة تجارة حرة، وتم الإعلان تحت رئاسة الرئيس السيسي عندما كان رئيسا للاتحاد الأفريقي. هذه القمة تسمح بمرور السلع والخدمات بين الدول الأفريقية دون أي رسوم جمركية أو عوائق إدارية. بنعمل زي الاتحاد الأوروبي أو السوق الأوروبية المشتركة من قبل. هناك تفاوت في التقدم الاقتصادي بين الدول الأعضاء في هذا التجمع، في دول متقدمة من ضمنها مصر، ودول متوسطة، ودول أقل نموا. الدول الأقل نموا منتجاتها بتدخل بدون أي رسوم جمركية، ولكن الدول الكبيرة بتتنازل عن جزء من الرسوم الجمركية لصالح الدول لتشجيع، وبعد مدة بتنتهي هذه التمييز الإيجابي كما يقولون، وتصبح كل الدول متساوية في الحقوق والواجبات. وصلت الصورة. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. والحقيقة يمكن خلال السنوات اللي فاتت نقدر نقول إن العلاقات المصرية الإفريقية كانت في مرحلة تأسيس جديد لها بعد عقود من الإهمال والتهميش للدائرة الإفريقية، لكن منذ البداية كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه اهتمام واضح وصريح بضرورة إعادة بناء العلاقات مع إفريقيا، وأعتقد يمكن أن هذه الجولة بتأتي بشكل أو بآخر في إطار هذا الاهتمام المصري. ننتقل مع حضراتكم لملف آخر ونشوف في آخر التطورات الوضع في السودان وجهود مصر لرعاية القادمين من السودان. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين. السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. نبدأ حديثنا مع حضراتكم عن آخر تطورات الوضع في السودان تحديدا على الأرض، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وسط الخرطوم بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الجانبين في اليومين الماضيين لتشمل مدن العاصمة الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وبعد انتهاء أحداث هدنة بين الطرفين. هذا فيما يتعلق بالأحداث على الأرض. في الجانب الآخر بتواصل مصر بذل الجهود في توفير جميع الخدمات للوافدين وتكثيف الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين. بيواصل المعبران الحدوديان أرقين وقسطل استقبال المواطنين ورعاية أيضا الدول الأخرى القادمين من السودان. هنروح نشوف مع حضراتكم هذا التقرير من معبر قسطل، أعده زميلنا أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز، وبيرصد جهود مصر الطبية والتعاون أيضا بين المنظمات الأممية والأهلية في المعبر لدعم وإغاثة الوافدين من السودان الشقيق. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم.
هذا معبر قسطل إشكيت البري الحدودي، وهو واحد من معبرين يستقبلان الوافدين من السودان الذين يقطعون مسافة تزيد عن 850 كيلومترا. وما هي الخدمات التي يجدونها بعد كل هذه المسافة في هذين المعبرين؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الرسالة، لا سيما ما يخص القطاع الصحي أو الطبي. دعونا نتعرف معا على هذه الخدمات. الهلال الأحمر المصري أحد الجمعيات الأهلية المصرية التي لها دورا كبيرا في تقديم العديد من الخدمات هنا في معبر قسطل. ما هي هذه الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر هنا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا اللقاء الذي يتشرف فيه باستضافة الدكتور أحمد سامي، مدير الوحدة الطبية أو النقطة الطبية في معبر قسطل. تحياتي، ورحب بك على شاشة إكسترا نيوز. ودعنا نبدأ بالحديث إذا تفضلت عن ما هي أهم أو أبرز الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر للوافدين من السودان هنا في معبر قسطل. أهلا وسهلا بحضراتكم. الأول يعني أكتر الخدمات أو الخدمات الطبية اللي بنقدمها هنا في المعبر بقسطل عبارة عن الكشف الطبي المجاني، ثم الإسعافات الأولية إن احتاجت الحالة، تقديم الرعاية الطبية الأولية بما يتاح في النقطة الطبية، يمكن تقديم أو توفير حالات الإحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيتم تحويل أو حالة الحالات المحتاجة لرعاية طبية أعلى أو أكثر لأقرب مكان يمكن التعامل معها من إمكانيات ومن أشياء أخرى يمكن التعامل مع الحالات فيها. هل بيتم الإحالة بينتظر العبارة علشان يروح البر الثاني ناحية أبو سمبل، ولا بيتم يعني الإحالة بشكل أو التحرك بشكل استثنائي؟ بتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري بعمل اللازم بما يتناسب وتوافق مع تقديم وتوفير الخدمة الكاملة والرعاية الكاملة بدون تعريض حياة الحالة للخطر، وضمان وصولها لأقرب مكان يتم توفير الخدمة فيه بشكل مناسب بكل جهد وبكل عناية ومراعاة اللازم في الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة. طيب في منظمات مختلفة موجودة وجهات ومؤسسات حكومية أو عالمية أو مدنية، هل بيتم التعاون ما بينكم أو في بروتوكولات للتنسيق العمل ما بينكم داخل المعبر؟ أكيد الهلال الأحمر المصري متعاون مع شركاء العمل الإنساني باختلافهم، والمختصون والمسؤولون في الهلال الأحمر المصري أكيد بتم توفير بروتوكول خاص لتنسيق التعاون مع شركاء العمل الإنساني بما يراعي المصلحة العامة لكل البني البشري. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سامي، مدير النقطة الطبية للهلال الأحمر في معبر قسطل. ليس هذا فقط ما يقدمه الهلال الأحمر، ولكن هناك العديد من الخدمات التي سوف نتعرف عليها أيضا في هذه الرسالة. تحدثنا عن الخدمات الطبية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في معبر قسطل، والآن هذه نقطة أخرى للهلال الأحمر ولكنها نقطة إغاثة تقدم خدمات أخرى أو مختلفة عن الخدمات الصحية والطبية. ما هذه الخدمات التي تقدمها نقطة الإغاثة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ أحمد عبد الناصر، وهو المسؤول عن هذه النقطة في معبر قسطل. تحياتي، ورحب بك على شاشة إكسترا نيوز، وأطلعنا إذا تفضلت عن الخدمات التي تقدم من خلال هذه النقطة. طبعا أهلا وسهلا بك. بالنسبة للهلال الأحمر المصري في نقطة قسطل، كانت شغله من ساعة ما بدأت الأحداث اللي حصلت مع إخواتنا السودانيين، الكلام ده من قبل العيد، وفعلا كان الهلال الأحمر المصري اشتغل في مش بس كمان في قسطل، لا ده كمان احنا اشتغلنا في معبر أرقين. بالنسبة للنقطة الإغاثية اللي موجودة عندنا، بنبقى شغالين على المواد الغذائية وكمان توفير المياه لإخواتنا العابرين من الحدود السودانية وداخلين على الحدود المصرية، لأن دي طبعا احتياجات أساسية بالنسبة ليهم زي مية والمواد الإغاثية وكمان الغذائية، ودي حاجات كويسة جدا احنا كنا بنقدمها. كمان الهلال الأحمر المصري شغال على
نقطة إعادة الروابط الأسرية، ومنها أنه هو بيوفر لإخواتنا العابرين للحدود المصرية مكالمات محلية ودولية بشكل مجاني عشان يقدروا يتواصلوا مع أهلهم. طبعا احنا عارفين المشقة والسفر اللي هم جايين منه، فلما حتى بتليفوناتهم لما يخشوا هنا على الحدود المصرية بتلقط على الشبكة المصرية، فمش هيقدروا ان هم يتواصلوا. فكان حاجة مهمة جدا ان احنا نوفر كهلال احمر مصري ليهم نقطة مكالمات، كذلك واي فاي، بحيث ان هم يقدروا يخشوا على الانترنت لو هم محتاجين، لان في ناس زي ما لاحظنا الفترة اللي فاتت محتاجين اوراق، محتاجين صور، محتاجين حاجات مهمة جدا عشان يخلصوا بيها الجوازات بتاعتهم، وده كان حاجة مهمة جدا ان احنا نقدر نشتغل معهم في نقطة الواي فاي. كذلك برضو احنا شغالين على ان التليفونات لما هم بيجوا من السفر بيبقوا فصلت تليفوناتهم، محتاجين حاجات يشحنوا تليفوناتهم من جديد، فاحنا عندنا كمان نقطة بنوفر لهم ان هم يقدروا يعيدوا شحن تليفوناتهم بحيث ان هم يقدروا يتواصلوا وما الى ذلك. وطبعا كلها لو هتلاحظ خدمات مكملة بعض، من حتة ان هو يشحن تليفونه يبدأ يتكلم دولي او محلي، كذلك برضو ان هو يقدر يخش على الانترنت. من الحاجات برضو المهمة بالنسبة للناس اخواتنا اللي جايين من على الحدود السودانية، ان هم احيانا بيبقى فيهم ناس ما عندهمش خالص اي مبالغ مالية بتساعدهم الانتقال بعد ما يخش الحدود المصرية لأسوان، لأبو سمبل، لأي محافظة ايا كان هو عايز يروحها. فبالهلال الأحمر المصري بيقدم خدمة مساعدة ان هو يقدر ياخدهم من هنا ويوصلهم لحد المحافظات او لحد الاماكن اللي هم عاوزين يوصلوها. دي كانت طبعا انتوا عارفين او شفتوا من شويه النقطه الطبيه اللي موجوده للهلال الاحمر المصري وخدماتها. فدي كانت ملخص الحاجات او الخدمات اللي بيقدمها الهلال الاحمر المصري لاخواتنا اللي قادمين عبر الحدود المصريه السودانيه. شكر جدا ودوام توفيق. يعني كان هذا جزء مما الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري داخل معبر قسطل، ولا زال هناك العديد من الخدمات في القطاع الصحي والطبي داخل المعبر سوف نتعرف عليها أيضا في هذه الرسالة. تحدثنا عن الخدمات الصحية والطبية التي تقدم هنا في معبر قسطل، وتحدثنا عن الخدمات المتعددة والمختلفة التي يقدمها الهلال الأحمر. هذه نقطة الحجر الصحي وهي تتبع وزارة الصحة المصرية، ما الذي تقدمه هذه النقطة من خدمات؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ حسام الدين حسن، مراقب أول الأوبئة، وهو مدير أو مسؤول هذه النقطة. تحياتي، أرحب بك على شاشة أكسترا نيوز، وأطلعنا إذا تفضلت عن الخدمات التي تقدم من خلال هذه النقطة أو هذه العيادات. إحنا دورنا بيبدأ من أول وزور الركاب في فرز أولي عند البوابة، بنشوف الركاب في تطعيمات الأطفال أقل من 15 سنة بيطعم عندنا، في عندنا سلك، في سبين، في MMR حسب على حسب العمر السن بتاع الأطفال، في عندنا حالات برضو بتاعة التحويل اللي هم جايين حالات المرضية بنحولهم على مستشفى أبو سمبل. في عند الفرز السنوي بعد كده لو اشتبهت في أي حد ارتفاع درجة حرارة وعنده أي أعراض بخليه في أوضة العزل عندي لحد ما أعمل له جواب التحويل بتاعه على مستشفى الحميات. بيتم التعاون ما بينكم وما بين الجمعيات أو المؤسسات أو المنظمات اللي موجودة هنا في المعبر زي منظمة الصحة العالمية، زي الهلال الأحمر، هل في أشكال من التعاون أو البروتوكول ما بينكم؟ احنا يعتبر هنا في المعبر كلنا بنكمل بعض عشان برضو الظروف الاضطرارية اللي احنا فيها دي، فكل الناس بتكمل بعض. هنا في تعاون مع الهلال الأحمر، منظمة اليونيسيف، الأمم المتحدة، منظمات كلها متعاونة معنا ومتعاونة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. إذن كانت هذه هي الخدمات الطبية أو الصحية التي تقدم للوافدين القادمين من السودان هنا في معبر قسطل. اسمي مينا طلع أنور أحمد محمد بشير، وبحب مصر قوي قوي قوي، وكل إجازة نحن بنروح على مصر، مش بنروح على لندن ولا باريس ولا دبي، نحن بس بنروح على مصر لأنه مصر أم الدنيا وأنا بحبها كتير 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 كتير، وبقرأ المدارس كلها هناك إلا بس السنة دي جيت هنا عشان أمتحن الصف السادس، والحمد لله امتحنت وجبت 270 من 280. والله الحمد لله تمام، المقابلة كويسة والاستقبال كان كويس الحمد لله، بس تعب والإرهاق شديد. بس والله أنا ولدي وزوجي معايا الحمد لله ما تعبنا، ولدي وزوجي عاملين جراحات وكده هاي، وجايين بعربيتنا يعني ما تعذبنا كده يعني الحمد لله، رحلة تمام، رحلة زي إن شاء الله.
ولم يكن لنا أن نختتم هذه الجولة قبل أن نجري بعض اللقاءات مع بعض الوافدين من إخوتنا من السودان الشقيق ليحدثونا عن تجربتهم ورحلتهم حتى وصلوا إلى معبر قسطل. تحياتي ورحب بيك وأهلا وسهلا. سلامات وحمد لله على السلامة. وقول لنا إيه الأخبار والرحلة كانت عاملة إزاي، وأول ما وصلت هنا إيه اللي اتعمل معاك، الخدمات اللي شفتها، الإجراءات؟ شاقة جدا، والحقيقة تعاملنا معاملة راقية جدا من أخوتنا ناس النيل، يعني بأمانة جد عملونا أحسن معاملة. نحن بنعتبر نحن في بلدنا الثانية صراحة يعني، فتحيا مصر والله، نحن نحب مصر. ربنا يحفظك، متشكرين جدا ونتمنى لكم وتحياتي للرئيس السيسي وربنا يقويه ويدي له الصحة والعافية. شكرين جدا لحضرتك، نتشرف بحضرتك برضو. كلمنا عن رحلتك، كانت أخبارها إيه، ولما وصلت المعبر كيف تم التعامل معك؟ معك وعماد ثروت، أنا مبسوط جدا الحقيقة إني أنا وصلت هنا ميناء قسطل، والحقيقة يعني الشعب المصري رحب بينا في منتهى الأدب والذوق، والحقيقة يعني إحنا شفنا معاناة شديدة خالص، يعني الحقيقة كانت معاناة خالص من بعض السلطات اللي هي بتاعت اللي حاصل في الخرطوم دي، وربنا يلطف بالحال ونتمنى انه الوضع يرجع للاحسن. يعني الحمد لله على السلامه، نورتوا مصر بوجودكم. الله يخليك، منوره طبيعي، ربنا يكرمك بوجودكم انتوا، دي بلدنا الثانيه يعني تعتبر، يعني مش احنا بلدنا والله بامانه، احنا زي ما بيقولوا بلد واحده وشريان واحد ونيل واحد. الله يخليك، صحيح. شكرين جدا وتشرفنا، وبهذه الكلمات نختتم هذه الجولة. ابن النيل، ابن النيل هي الكلمة التي يتم تبادلها عند السلام بين المصري والسوداني. شكرا لكم لطيب المتابعة. إذن مشاهدينا الكرام، طبعا كل الشكر لزميلنا أحمد عبد الرازق على هذا التقرير اللي سلط فيه الضوء على انطباعات الوافدين السودانيين إلى الداخل المصري، وأيضا الجهود المصرية التي قدمتها الدولة لرعاية المصريين وأيضا الرعاية من دول أخرى والوافدين السودانيين. خلونا يعني في ختام هذه الحلقة نسلط الضوء على أبرز الأحداث الدولية. تعرض سد أوكراني على نهر دنيبرو في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية جنوب أوكرانيا لدمار جزئي، وده بالتأكيد هيشكل خطر حدوث فيضانات كارثية في مدينة خرسون الأوكرانية. طيب خلوني أقول لكم بعض التفاصيل عن السد، إيه حجم الضرر اللي ممكن يسببه في مدينة خرسون. السد ده بيحتجز حوالي 18 مليون متر مكعب من المياه، وعملية تفجيره ستحدث موجة مياه عارمة قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وعرضها 5 كيلومتر. على جانب آخر بتقف أوكرانيا أمام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مواجهة روسيا النهاردة بسبب ادعاء أوكرانيا بأن موسكو انتهكت معاهدة للأمم المتحدة من خلال دعم انفصاليين موالين لروسيا على حد قولها. على كل حال المزيد من التفاصيل حول هذه القضايا سواء المتعلقة بانهيار السد الأوكراني أو انتهاك موسكو لمعاهدة الأمم المتحدة حسب ادعاء أوكرانيا، بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد المسيح الشامي خبير العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. تحياتي لك وللسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. في البداية دعني أبدأ معك بشكل عام عن هذا السد، سد نوفا كاخوفكا وتأثيره على العمليات العسكرية في أوكرانيا. يعني لا شك أن هذا الأمر سوف يكون لديه تداعيات كبيرة، أولا طبعا على أمن الناس في هذه المنطقة كما تفضلتم في التقرير، هو سد من السدود الكبيرة وسوف يؤدي إلى انجرافات وإلى يعني مشكلة كبيرة أولا على صعيد البيئة، وثانيا أيضا على صعيد الحركة، حركة الجيوش الموجودة، خصوصا وأن هذه المنطقة تقع تحت سيطرة القوات الروسية، ربما يكون الهدف الأساسي لتفجير هذا السد من قبل الأوكرانيين وفق يعني ما قيل من قبل الروس، هو إحداث إرباك ويعني مشكلة في التحرك ربما للجيش الروسي في هذه المنطقة. وكما نسمع طبعا ربما تكون بدأت منذ 3 أو 4 أيام العملية
أو اللزوم المضاد الذي لطالما وعدت به أوكرانيا تجاه روسيا، وأعتقد أن الأيام الماضية كانت حافلة في أحداث عسكرية مهمة، محاولات اختراق لداخل الأراضي الروسية، إضافة إلى تصعيد كبير على كل الجبهات. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر ربما يكون ضمن إطار العملية العسكرية لإحداث إرباك للجيش الروسي في هذه المنطقة. البعض بيتساءل الحقيقة، وربما هو السؤال الأبرز في هذه الأثناء يا دكتور، يعني عملية تفجير هذا السد ما مدى خطورته على محطة الطاقة النووية زابوريجيا؟ يعني كما سمعنا أن المحطة قد انهارت كليا، وربما الضربة الأوكرانية كانت على المحطة بالأساس، يعني هي أصابت هذه المحطة بشكل مباشر. وطبعا كما أيضا سمعنا وعرفنا من خلال ربما اتصالات داخل روسيا أن الروس طبعا يحاولون بشكل أو بآخر يعني إخلاء هذه المنطقة سكانها، لأن هناك خطر كبير بأن تنتقل الكهرباء عبر الماء، لأن المحطة فجرت وربما تؤدي إلى يعني انعكاسات فيما يتعلق بالطاقة. طبعا قطعت الطاقة الكهربائية عن كل المنطقة، ولكن هناك خطر من انتقال الكهرباء عبر الماء إلى المناطق المجاورة، وهذا خطر كبير طبعا لا شك سوف يؤدي على أولا يعني أثار كبيرة على البيئة الزراعية في هذه المنطقة، وأيضا على السكان الموجودين، وبالتالي يعني الأخطار حقيقة كبيرة جدا صحيح. في هذه المنطقة نتيجة تفجير هذه محطة الكهرباء، وهي طبعا خسارة كبيرة ومشكلة يعني لا تعوض طبعا. طيب دكتور عبد المسيح، لو حننتقل يعني بالحديث للجانب الآخر، سبب ادعاء أوكرانيا انتهاك روسيا لمعاهدة الأمم المتحدة؟ يعني طبعا هنالك اتهامات متبادلة حقيقة من قبل الطرفين، يعني فيما يتعلق طبعا بقضية ضم هذه المناطق، أعتقد أن ربما هذه النقطة يعني متعلقة بعدة أمور، ليس فقط دعني نقول يعني أن القوانين الدولية التي تنص عليها يعني الأمم المتحدة، أعتقد أن إرادة الشعوب أو المناطق التي تعيش في هذه المنطقة ربما هي كانت الأساس في حسم هذه القضية، كما هو الحال باستفتاء رسمي وشعبي أيضا وفق القوانين الدولية، يعني الجميع يقدم ربما حججه من الطرفين ويتزرع ودعينا نقول يتسرع في القانون الدولي. ولكن بكل الأحوال يعني شعوب هذه المنطقة في غالبية ساحقة منها روس، يعني ويجب أن نعرف أن أوكرانيا كلها هي بالأساس أراضي روسية، يعني لمن لا يعرف أيضا كيف هي العاصمة التاريخية لروسيا، وروسيا التاريخية تأسست في عاصمتها الأمة التي هي كيف، بالنتيجة هذه المنطقة بالأساس هي روسية. ولكن اليوم هنالك صراع بين الأخوة، دعنا نقول أهالي هذه المنطقة هم من الجنسية الروسية في على الأقل في فترة الاتحاد السوفيتي، وهم لا يريدون البقاء تحت يعني السلطة الأوكرانية، وقرروا كما قرر ربما إخوانهم في القرم العودة إلى الوطن الأم. وبالتالي هذا تم وفق استفتاء شعبي، وفق إرادة شعبية في هذه المنطقة، والأمر ليس بجديد. أعتقد أن هنالك صراعات بين سكان هذه المنطقة من الأكثرية الروسية صحيح. والحكومة المركزية في أوكرانيا، وبالتالي الأمر ليس جديد وهو فعلا يعبر عن إرادة هذه الشعوب. وضحت الصورة دكتور عبد المسيح، أنا طبعا بشكرك على وجهة نظرك. دكتور عبد المسيح الشامي الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا للتعليق على آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا تكون انتهت هذه الحلقة من إكسترا اليوم، كنت معكم فيها نانسي نور، وإلى اللقاء.